من هذه القاعة كانت الانطلاقة لمشروع جائزة الرئيس عيدروس الزبيدي للبحث العلمي بمحافظة شبوة، والتي لطالما انتظرها الشباب والطلاب في هذه المحافظة تحديدا بفارغ الصبر، حتى أصبحت حقيقة ملموسة على الأرض. في هذا التنشيط لجائزة البحث العلمي لطلاب وطالبات كليات الجامعة في التخصصات المذكورة، نحن نعتبر هذا بادرة خير وبادرة بادرة ممتازة من قبل المجلس الانتقالي على الاهتمام بالشباب ودور الشباب والبحث العلمي. جامعة شبوة تشجع هذه المبادرات وهذه الأشياء الأنشطة اللي تدعم البحث العلمي، ونأمل مستقبلا أن يتم تطوير الفكرة أن تضم أعضاء الهيئة التدريسية، تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة. دشنت إدارة الشباب والطلاب تنفيذية انتقالي شبوة صباح اليوم مشروع جائزة الرئيس القائد عيدروس الزبيدي في البحث العلمي، والتي تأتي في إطار اهتمام قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بدعم الطلاب المبدعين والمبتكرين وتشجيعهم وإحياء روح المنافسة بينهم. حفل التدشين أكد على أهمية التنسيق والشراكة العملية بين إدارة الشباب والطلاب بالمجلس الانتقالي بالمحافظة وجامعة شبوة من أجل إيصال المسابقة إلى بر الأمان، وتشجيع القدرات والطاقات الإبداعية بكليات الجامعة على المشاركة المتميزة في المسابقة. تم اليوم بمشيئة الله والحمد لله تدشين جائزة الرئيس عيدروس الزبيدي للبحث العلمي والأكاديمي، ونشكر كل من دشان وشدد وندب في هذه القضية. هذا الشيء مهمل كان من عدة سنين، نشكر من قام بإحيائه والاهتمام بالطالب، لأن الطالب يعني نواة المجتمع ونواة المستقبل. تم اليوم التدشين جائزة البحث العلمي المقدمة من المجلس الانتقالي الجنوبي برعاية الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي، نشكرهم على مثل هذا الدعم ووفقهم الله ووفق الطلاب. طلاب جامعة شبوة عبروا عن الفرحة والارتياح من إطلاق مثل هكذا مسابقات تنمي الفكر الإبداعي والتميز العلمي وتشجع الكفاءات. جمال شنيتر لقناة الغد المشرق، محافظة شبوة.